مرحبا عمي ابو شريف. اهلين اهلين عجاجو. مرحبا عمي ابن نجم. تعال لك تعال عجاج. مر عمي ابو شريف. امتى بدك تجي لعندي وتعمل لي زياره وتقعد على كرسي الحلاقه؟ مشان شو؟ يطول شعراتك شو بنا؟ اوكي ما صلي 10 ايام حالون عمي. ولك انشط انشط. مالك شايف الدنيا حرائي؟ الشعر الطويل بخلي الواحد يكره حاله ويشوب. شو بنا؟ ان شاء الله ناوي تربي شعرك تتركه طويل؟ لا عمي ما رح ربيهم ما رح ربيهم. مشان هيك تعال عندي الخميس الجاي وباخذ منك نص الاجرة. ايه يلا ابو شريف خلص بقى. يا لطيف شو بتحب الحكي؟ جاي ابو ايوب جاي. يعني اولت على اخرتها بدي احلون عندك. لسه ما انا اوانهم عمي ما انا اوانهم. لا هذا ما رح ينهي حديثه الا لفوته انا بايدي جوات الدكان. الله يكون بعون على لسانه شو بيحكي. ايه ما اختلفنا عجاج. ايه ابو شريف ايه ما خلصنا نفض السيار؟ ها عمي ابو ايوب هون؟ ايه مالي مصدق عيوني. يا اهلين بعجاج. اهلين وسهلين والله يا عجاج. ان شاء الله ريتو نعيما سلفا عمي. الله ينعم عليك يا عجاج. صدقني يا عجاج بس انا مالي نسيانك. على شو مالك نسيانه؟ على مشايتي اللي هلا ما سوالي اياها، شوف شلون مفتقه ومبخوشه. صدقني يا عجاج عم بشغل لك فيها. يعني امتى رح تخلص عمي؟ امتى رح تخلص؟ فهمني مشان الله. باذن الله بعد بكره، وبراسي انا رح اجيب لك اياها لعندك. سلامة راسك عمي. خلينا نقول ان شاء الله. ان شاء الله عمي عجاج ان شاء الله. خلصت ابو شريف؟ ايه نشف الصابون على دقني. لك ما تشتغل له يا زلمه والله عيب عليك. صدقني عم يشتغل له فيها. خلصنا بقى يا ابو شريف عنا شغل. سبيني يلا. لك يا سيد شو صار ببريد الشاي؟ عم بيختمر يا ابي عم بيختمر. وانت راشد بعثت الطلبيه لدرعا ابو الزبداني؟ ايه يا ابي بعثتها بعثتها. يا عالي كثير. يا ابي هذا عجاج صاير مثل قشطه البيتي ما لنا في عم بنوب. ليش شو عم يساوي؟ ايه مثل ما انك شايف يا ابي لهلا ما جاب صينية الهريسة من الفرن بيروح المشوار وما عاد يرجع يا ابي. الله يخلي له خالتي يا ابي مدللته كثير. السلام عليكم يا ابي. اهلين عجاج. خلي هني غروها بالقطر. حاضر يا ابي. وينك لهلا؟ والله كنت عند الفران اخي. استنى لك شو ضربك العمى؟ والله ما شفته ما شفته اخي حصل خير. يلا يلا جيب جيب مكنسه وكل الملتحينات جيب مكنسه. امرك امرك. وشك كمل لبرا عجاج لقدام الباب معيته. ناويين امركم امركم. شلون ما شفته شلون ما شفته. خلصت عجاج؟ امور يا ابي. يرضى عليك روح لعند ابو نجم خذ الخضره على البيت. امرك يا ابي. وين رايح؟ رايح لعند ابو نجم يا ابي. ليش مستعجل؟ لسه ما خلصت كلامي. مرني يا ابي. بتروح بعدين لعند ابو سطيف السمان وبتاخذ كمان في عنده غراض مع الخضره وبتروح على البيت ركض. لا تطول. غيره يا ابي في شيء؟ لا بس لا تطول. ماشي يا ابي ماشي. ليك وين حطه؟ شايف يا ابي؟ بيضل عقله مو معه. جاذبها ماشي ولطيور اخذ عقله، عرفت علي يا اخي؟ بس لطيور اخذين عقله؟ الله يعينه على عقله المتواك. فوتوا شباب فوتوا. الحمد لله. صحتين اخي صحتين. على قلبك اخي. تعال تعال ياسين جيب القطر شبع صينية الهريسة قبل ما تبرد. ايه بامرك بامرك. دعم شوها؟ شوفي شوفي اخي. لك شو شوفي؟ الله لا يعطيك العافية يا عجاج. شوفي يا ابي. شو شوفي يا ابي صينية الهريسة مليانة شعر؟ شعر؟ منين اجى الشعر على الصينية؟ يا ابي اكيد فايت لعند الحلاق ابو شريف قبل ما يجي لهون، هذا عجاج وانا بعرفه. وشو اخذون عند الحلاق ابو شريف؟ بكون عم يصبح على اهل الحارة وفات لعنده مثل العادة، ما بتعرفوا دبق العجاج؟ سبحان الذي خلقه شو معشراني. هلا خلصوني نظفوا الشعر من على صينية الهريسة، لا حول ولا قوة الا بالله. وللكم خذوها على البيت، لأنه ما عاد حلوة نبيعها للزباين. والله منيح اللي شفتها لك راشد. الله سترنا والله. ولا كان اسم الدكان واسم ابو راشد انتزع صيتهم بكل الحاره. والله كانوا زباين دكان كلهم ما عاد يجوا يشتروا من عنا. الله يصرحه على عقله. بس يا بي ترى بده عجنه حشكونا بك. ها لك عجنه شو؟ لا عجنه ولا خناقه بين شو. عم يا ابو نجم الله يجبر بخاطرك على السريع شوي. والله عم نزينهم يا ابي. طول بقى لك محروقه. انا بصوتي محروقه هلا. يلا انا واصل مشوار وراجع لعندك جهز لي اياهم. طيب طيب طيب.
بضل طايش ولايش مثل ابوه. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عجاج. اهلين عمي. كيف الصيف؟ اهلين عجاجو. غراضك اللي طلبتهم جاهزين عمي. يلا وفق اعطينا يا هون عمي. حاضر. شوف عمي عجاج. القهوة. القهوة يا كلو. شو لا يا بيت انا ولا الغراب. امرك يا بيت. الله يرضى عليك. يسلموا عمي. الله يسلمك. الله معه عشاش. الله معه. يسلموا ياسين. على راسي يا سيدي. شرف يا بي. هدول هلا سحبيته تازة. ايه يا بي. يسلموا. على عيني. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رب يا كريم. مرحبا عمي يا ابو الطيب. اهلين عمي عجاش. سلم لي على الوالد. الله يسلمك. عم مرحبا يا باري. اهلين عجاجو. طمني شلون طيوره؟ ولا احلى من هيك عمي. ايه شو عم بتعميهم؟ والله عم طعميهم درة بيضة درة صفرة جلباني. جلباني؟ ان شاء الله حبوها لجلباني؟ لا والله عمي ما حبوها. معناتها اكيد شبعانين. شلون يعني شبعانين؟ الطير ما لازم ياكل كل ساعة والتانية يا عجاج، لازم تجوعه. سألني إلي، أنا بعرف بيسوس كتير. شلون يعني عمي ما لازم ياكل كل ساعة والتانية؟ ما فهمت عليه. الطير كل ما جاء أكل يعني لازم تطعميه مليون مرتين صبح ومساء. اسألني إلي عجاج بعدين بيطير وما عاد يسأل، بعدين بيصير بيوسخ بأكلاته عجاج. فهمت علي؟ هيك قلتك عمي أبو عارف. لك لك اسألني إلي، أنا مربي طيور وكل الناس تشهد لي إنه أنا كشاش حمام أبا عن جد. لك أنا أخذ بنصيحتك عمي أبو عارف. أخذ بنصيحتك. إلي لشو؟ كم طير عندك عجاج؟ طيرين هزاز بيض مثل الثلج. بس بس لك روح طعميه وخبز يابس وبدون التكلفة. ايه خاطرك عمي خاطرك. مع السلامة. الطير وطيرة قال. ايه ما تشوف الكشة تبعي لما تمكرش مع الكشات التانية. الله عليك يا عجاج. وانا عم اقول يا حالي سلوا ابو صبري يومين ما فتح الدكانة، تاري ضعفان وما عندي خبر. ايه والله ضعفان. عم يقول صبري صار له يومين مسطوح بالفرشة المسكين. لا 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 ما بيستاهل ابدا. لازم نحن اليوم نروح نزوره بالبيت ونطمن عليه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اهلين مختار. اهلا رشدي بيك. سمعت شو صار مع ابو صبري يا مختار؟ اي والله سمعت. الله يعافيه. وان شاء الله اليوم المساء بنروح لعنده منزوره بمعيتك ومعية رشدي بيك. معية الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عجاج. شلونكم سيدنا؟ اهلين وسهلا. اهلا وسهلا. وين طريقك رشدي بيك؟ على المصلبة. شرف لك انا بمعيتك. يلا تفضل معيتك يا مختار. السلام عليكم. عليكم السلام. لا تنسى الموعد. ها مشي. يلا تفضل شرفت بيك. الله معكم سيدنا. الله معكم وشرفتوا. اهلين وسهلا. عجاج تعال هون. مور يا بي. وليش هيك لابس عجاج؟ قصدك على مشايتي يا بي؟ لسه ما خلصت تفصيل من عند ابو ايوب الكندرجي. وليش متاخر فيها لهلا؟ والله ما بعرف يا بي، قال بدي اشتغل فيه. راشد. نعم يا بي. بتروح لعند ابو ايوب الكندرجي بتقول له اذا ما خلص المشايه تبع عجاج ما عاد بدنا اياها، فهمت؟ ماشي يا بي مثل ما بدك. تحرك طريق من ايدك. يلا يلا امرك يا بي. على راسي تأمر. وانت ياسين. مور يا بي. تاخذ كام صبط حلو بتروح لبيت رشدي بيك وتعطوني اياه. انا بروح اواطي يا بي. انا بروح اواطي. انت لا خليك هون. ما انا شايف شلون مشايتك مفزره ومخزقه وموسخه. تمام. عجاج. نعم يا بي. منين اجى الشعر على صينيه الهريسه؟ فهمني لشوف. شعر؟ ايه شعر. كنت عند الحلاق شي؟ لا والله يا بي ما كنت عنده. لك منين اجى الشعر على صينيه الهريسه؟ منين؟ يمكن يا بي لأنه لما كنت عم بحكي مع أبو أيوب الكندرجي إجا شعر على صينية الهريسة. مش وين كان أبو أيوب؟ كان عند أبو شريف الحلاق يا بي. بس والله العظيم ما فتل عنده. لو كان منين إجا الشعر؟ لك منين؟ يا بي تذكرت يا بي تذكرت. أنا لما كنت واقف عم أحكي مع أبو أيوب الكندرجي طلع أبو شريف ومعه الفوطة. نفض الفوطة اللي بيحطها على رقبة الزباين يا بي، وقام طار الشعر واجا على صينية الهريسة. بس خلاص فهمت. لك منها؟ اكيد منها يا بي اكيد منها. ها ما شفت الشعر كيف عم بيطير؟
ما تبعد عنه للحلاق؟ يا أبي والله ما انتبهت، ما انتبهت. آه ما انتبهت. وين كان عيونك لك عجاج؟ وين كان عيونك؟ هيك عجبك هلا خسرت نصيبية كاملة مشان شوية شعر؟ لبات عيدة دير بالك تاني مرة، وهالمرة سماح. أمرك يا أبي أمرك. يا سيد راشد طولي بالك، طول بالك شوي. لا إله إلا الله، لسه بقلي طول بالك. لك يا أبو أيوب حلمة منك أخي عجاج، يمشي قدام الناس صباته ما بخوش. والله معك حق، وحقك علي، وحق أبو راشد، وحق عجاج، وصار ماية عجاج على راسي. بس يا أخي طولي بالك شوي. أخي رجعنا المصاري، رجعنا المصاري، ما عدنا نفصل عندك الصباط، رجعنا إياهو. روي روي يا سيد راشد روي، ليكني عم بشتغل فيه شعو على قلب. ها شوفه. فهمني أبو أيوب فهمني، شو بيأكل معك شغل الصباط؟ آه خلاص خلاص، إن شاء الله اليوم المساء بيكون جاهز، وإلا العجاج يجي ياخده من فوق شواربي. وين ما خلاص ما بصير ما يخلص. لك شو كنا عم نحكي؟ أنا عم أقول لك وين ما خلص الصباط شو ساعتها يلي بدك يا بيصير. ماشي. شبه طلع خلقه؟ ايه معه حق، وانت كمان، لأن الصناعي العجاج ترميه ورا ظهرك.